بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بنتكلم عن زراعة الباذنجان داخل البيوت المحمية. الباذنجان من الخضروات اللي بتجود داخل البيوت المحمية، واللي بنلجأ إليها غصب عننا في لما بترتفع درجة الحرارة فوق 40 درجة أو 45 درجة، بنضطر غصب عننا نزرع الباذنجان داخل البيوت المحمية. واحد هيقول لي بالبديهة كده، انت دايما تتكلموا ان الباذنجان بيتحمل درجة الحرارة. هو النبات نفسه بيتحمل درجة الحرارة، ولكن مشكلة ان هو بيحصل مشكلته بالنسبة لبعض درجة الحرارة بتنعكس على اداء سلبي بالنسبة للنبات، بحيث النمو الخضر بتاعه ما بيكونش كبير، وبالتالي مساحة الورقة نفسها ما بتكونش كبيرة، وبالتالي الثمرة بتبقى معرضة للشمس فترة كبيرة، لان فترة سطوع الشمس بتبقى فوق 16 او 14 15 ساعه او تصل 16 ساعه، تمام. فبتحصل لنا مشكله بالنسبه للثمار اللي هي معرضه للشمس، تمام. مشكله درجه الحراره العاليه ان هي بتغير اللون بتاع الثمره، وبالتالي بتبقى غير مرغوبه تسويقيا. دي بعد كده قد يؤدي ان في نسبه البذور بتزيد فيها، وبالتالي بيحدث عندي ان معظم الاصناف بيبقى فيها مرارة حتى لو الصنف نفسه كويس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة العالية، تمام. وبالتالي بنلجأ لزراعة الباذنجان داخل البيوت المحمية، وخصوصا ان في الوقت ده هوت من السنة او ارتفاع درجة الحرارة في بعض البلدان بيبقى له انعكاس على الاسعار، بتبقى اسعاره مرتفعة، وبالتالي الانتاجيات بتبقى كمان عالية داخل البيوت المحمية، وبالتالي بيبقى اقتصاديا ممتاز جدا. في وضع طبعا بيبقى في بعض المزروعات زي الطماطم ما بتنفعش في الوقت الحرارة فيه عالية دهوت، فبنضطر ناخد موسم باذنجان، تمام. قد يحدث ان الباذنجان ينفع تحت الشباك او تحت التظليل، ممكن ينفع، ما فيش اي مشكل خالص، ولكن المهم ان احنا بنزرعه داخل البيوت المحمية، واللي يخصنا دلوقتي بنتكلم عليه داخل البيوت المحمية. من مميزات الباذنجان داخل البيوت المحميه ان الكواليتي بتاع الثمره طبعا بيبقى عالي، وعالي جدا وممتاز، وما بيبقاش فيه اي مشكل خالص بالنسبه للجوده بتاعه الثمار، تمام. طيب، عشان ازرع باذنجان داخل البيوت المحميه ولدواعي عمليه نجاح الباذنجان ده هو، يبقى لازم اول حاجه ان انا اختار الصنف الكويس. الصنف الكويس يبقى لازم كما ونوعا انتاجه كويس، والثمار بتاعته بتبقى مرغوبه، وبنختار على حسب اذواق المستهلكين في الدوله اللي انا مقيم فيها. في ناس مثلا بتحب الباذنجان اللي هو الكلاسيك، وفي ناس بتحب اللي هو الطويل، يعني على حسب اذواق المستهلكين. في ناس بتحب الباذنجان الابيض، في ناس بتحب الباذنجان الاسود، وهكذا، يعني دي مش مختلفين فيها. اذا فاختيارك للصنف ده عامل النجاح بتاعتك داخل لزراعه الباذنجان داخل البيوت المحميه، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا في اصناف مخصصه للبيوت المحميه، تمام، وفي اصناف طبعا انا متعود ان دايما ما بقولش اسم الصنف خالص. في اصناف بتبقى مخصصه داخل البيوت المحميه، وفي اصناف طبعا بتبقى مخصصه للاوبن فيلد او الحقول المكشوفه، وفي كل في برضو اصناف بتنفع ثنائيه الغرض، ما فيش اي مشكل خالص. ولكن في كل طبعا زراعه الباذنجان اللي هو مخصص للبيوت المحميه لما بنزرعه بره ما بيبقاش كويس قوي، تمام. اما الباذنجان اللي انا بنزرعه بره لو دخلته جوه البيوت المحميه اكيد طبعا انا برفعه واكيد هيبقى كويس خالص، تمام. بزرع الباذنجان في البيوت المحميه، بيديني نمو خضري كويس خالص، مساحه ورقه ممتازه جدا، العدد بتاع الثمار بيبقى خالص كويس خالص، تمام. طبعا انت لسه تشوفه هنا اهو، ولسه بتشوفه هنا اهوت، تمام، اهي جايه بثلاثه اهي، فده شيء طيب يعني وممتاز، ويحسب للصنف اللي احنا بنزرعه ده هو، تمام. في صنف طبعا اللي هو مشهور خالص في السعوديه برشلونه، ده كويس خالص، تمام، ولكن طبعا مخصص لبيوت المحمي مش مخصص للزراعه بره، ولكن لو زرعته بره بيبقى كويس، بس مش برضه بوضع البيوت المحميه، تمام. يبقى اول حاجه بتختار الصنف بتاعك يتناسب مع اذواق المستهلكين في الدوله اللي انت مقيم فيها، والى حد ما بيبقى كما ونوعا انتاجه بيكون وفير وبيكون كويس، تمام.
بعد كده سيادتك هنيجي على نقطة ازاي نخدم الباذنجان. تمام، الباذنجان على حسب برضو اللي بالنسبة للمحصول بتاعه، على حسب ما أنا زارعه موسم النمو بتاعه اسكندافي. وطبعا لما دخلت داخل البيوت المحمية يبقى أنا بزرعه دلوقتي بغرضين، إما أن أزرعه بغرض أن أنا أحميه من البرودة، وإما أن أنا أحميه من درجة الحرارة العالية. تمام، فإذا كنت أنا بتكلم على الصيف دلوقتي وداخل البيوت المحمية، فأنا بحميه داخل من درجة الحرارة العالية، إذن فالإنتاج بتاعه هيبقى سريع نتيجة السرعة في نمو النبات. الباذنجان ده هو مزروع بقاله 20 يوم، يعني ممكن كمان شهر او كمان برضو 20 يوم وهيبدا يديني، لان في ازهار اهيت وازهار كويسه. تمام، ونسيت اقول لك برضو ان الحراره بتاثر كمان على والرطوبه العاليه بتاثر على تساقط الازهار في الباذنجان، اذا فلازم تختار اهوت ما شاء الله بتاعت تتزهر اهوت، يعني ديت ممكن 15 يوم كمان وتبدا تجيب لنا. تمام. بعد كده سيادتك نخدم الباذنجان ازاي. بعد ما بتعمل الشتلات بتاعتك، والشتلات قلنا بتتعمل ازاي وسهلة جدا زيها، بالعكس الباذنجان بيتزرع في اي حاجة بيطلع ما عندوش اي مشكل خالص، وقد كمان انك انت ممكن تزرعه حضرتك في الحقل مباشرة ما فيش اي مشكل خالص، لو ضامن ان الوضع عندك كويس ممكن تزرعه في الحقل مباشر. تمام، بالنسبة للبذور يعني ممكن تزرعه طبعا، والافضل انك تزرعه شتلات، والشتلات قلنا بتعمل المشتل بتاعك قبل الزراعة بحوالي شهر او وبتبدأ تنقل الشتلات بتاعتك بعد ما بتعقمها بمطهراته الفطرية على الأقل مرة في نص في أول بداية البذور بتاعتك البذر أو في المشتل، وبعد كده بتبدأ تحط في نص المشتل كمان تحط حقنة فطريات تانية، وقبل ما بتنزل الصواني لل الأراضي المستديمة أو البيت المحمي بتبدأ تحط له كمان مطهر فطري تاني. تمام، على حسب يعني، وياريت يكون الـ أو ضروري كمان يكون المادة الفعالة تكون مختلفة في كل مرة. تمام، وبتبدأ تزرع الباذنجان وبتنزله خضز ده هو. تمام، ولكن طبعا بتجهز التربة كويس، الباذنجان بيستجيب للتسميد العضوي، اذا فلو في دواجن يكون افضل، مفيش دواجن يبقى سماد ابقار. القوس اللي عندك ده مش اقل من 3 متر، مش اقل من 3 متر مكعب، 3 متر مكعب بتزرعهم، المتر مكعب تقريبا 12 كيس، المتر مكعب تقريبا 12 كيس، فلو قلنا 3 في 12 ب 36 على 5 مصاطب اهمت في القوس، يبقى هتحط تقريبا لكل مصطبة هتحط لها حوالي 6 اكياس من اللي هي 50 كيلو دي، 6 اكياس هتخلي لك الوضع تمام التمام. طبعا بتحرت الاول وبتحط 6 اكياس كده على المصطبة بتاعتك. تمام، وبتبدأ تردم عليهم وبتخمر التخمير اللي قلناه في الطماطم وفي الخيار، انك بتقعد لك كم يوم كده، تدي كل يوم ساعة ولا حاجة، بحيث ان المادة العضوية ده هي تبدأ تتحلل، وياريت بعدها ب3-4 ايام بتبدأ تزرع الزراعة بتاعتك. مسافات الزراعة انا زارع هنا تقريبا على اهوت على متر، اهوت على متر تقريبا. تمام، او بالظبط 80 سنتي، لان التخطيط هنا على 40 هزرعين نقاط سايبين نقاط. تمام، حاجة من الاتنين، انا عندي فرعين اهوت بجيب بطلع منه فرعين. تمام، ووفرت في التقاوي يعني. تمام، لان الباذنجان من الخضروات اللي قوي جدا في النمو بتاعه. تمام، وبالتالي لو زرعته كثيف كمان طبعا في مشاكل بالنسبه للعناكب وبالنسبه للتوتا ابسليوتا، فدي مشكله كبيره جدا. تمام، انا زارع طبعا 2 على النقاط اهوت، ولكن تحس في فرق كبير، يعني شايف المثلث اهو، واحده اهي وواحده اهي وواحده اهي، اهو المثلث، خليني بعيد بالكاميرا، اهو واحده اهي وواحده اهي وواحده اهي. تمام، بتلاقي المسافة بتاعتهم كبيرة جدا. تمام، على المصطبة ده، وممكن نزرع واحد بس يا جماعة، بنزرع على خرطوم واحد او هوز واحد بس، هيبقى ممتاز كمان، يعني ما فيش اي مشكلة، يمكن ممكن تزرع على هوز واحد، ولما يطلع هنا 2 اهو. تمام، هتجيب الخضة اهو، اهو انا هجيب الخضة بكرة ان شاء الله وهبدأ الفه تاني كده. تمام، بحيث ان انا هيبقى عندي فرعين ما فيش اي مشكل خالص، ادي هو واحد طلع اهو مستقل والتاني طلع مستقل اهو، كاني يعني زارع شتلتين. ودي طبعا طريقه كويسه جدا بنستخدمها دايما في الباذنجان، وبنستخدمها في الطماطم المطعمه يا جماعه، قالوا هي بيبقى حاطينها على اصل يعني على طعمه. تمام،
وبعد كده طبعا بتشتل النبات بتاعك، وحذاري برضو من انك انت شايف الري عندنا هو بالنسبه لعمليه الري حاجه شايف لا تذكر. اهي كل يوم يعني ممكن البتنجان ده هو صام يومين في الاول، كل يومين بنرويه مره، ودلوقتي تقريبا بياخد كل يوم مره، لان برضو الباذنجان بيجري جري وممكن يسرول مني برضو ويوصل لفوق. لاحظ ان انا هنا فيه طبعا في تغطيه او في تظليل بسيط فوق، وبالتالي البتنجان ما عليهوش اي اجهاد، وبالتالي طبعا البيوت مكيفه زي ما حضرتكم شايفين كده، وبالتالي ممكن يجري منك. اذا فالحل ايه؟ الحل بتاع الجريان بتاعك الميه، امسك الميه، سيبك حتى من التسميد مش هياثر قوي، اهم شيء الميه، امسك الميه، النبات هيقف معاك وهيربي طبعا التقليم اول باول كده، وهيربي طبعا الساقه تبقى كويسه بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، تمام؟ ولسه كويس، لازم تعمل كويسه، لازم تعمل مجموع خضري كويس، لازم النبات يبقى ناشف معاك كده اهوت، ما بيبقاش غض، بحيث انك انت بعد كده يحمل زي ما انت عايز، او اموره ما تبقاش ان النبات غض ومشاكله كتير، لان النبات لو طلع زي ما حضرتك شايف كده اهوت اكيد طبعا اموره هتبقى كويسه خلاص، تمام؟ بعد كده طبعا هنتكلم عن تقليم الباذنجان، وانا ناوي بصراحه يعني انا ما اديتش الباذنجان حقه، وفي ناس طبعا من اخواننا المزارعين البسطاء بيزرعوه كتير جدا بخلاف المشاريع الكبيره، فلازم طبعا نديه حقه باذن الله تعالى. وان شاء الله بنتكلم عن تربيه الباذنجان، اللي بنتكلم عن التربيه في بالنسبه للباذنجان، وبنتكلم عن التسميد بتاع الباذنجان، وبنتكلم عن مكافحه الامراض والامراض بتاعته، لان انا حسيت ان انا كده وصلت ال 12 دقيقه. بشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في لقاء ات ان شاء الله باذن الله تعالى، بنتكلم فيه وبنكلم فيه عن الباذنجان. السلام عليكم.